مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، ها هي الانطلاقه لشوطنا الثامن في مجموع الاشواط والشوط الثامن الخاص مشاهدينا ومتابعينا الكرام لي ايضا القعدان الحجايج بهذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع الصداره، نتابع هنا غازي عبد الله بن يريب بن محمد المنصوري من ينطلق على الصداره، وعلى المركز الاول لهفان العلي بن محمد بن جابر بن عبد الله الحربي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث الدماني للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، وهنا الوصول من قبل مياس راشد بن أحمد بن عمي المنصوري، ويأتينا مرعب علي بن عوض بن علي بن عمير لقتبي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا الأداء المميز الجميل والتحديات ما شاء الله. شوط يحمل أيضا أسماء عديدة، أسماء أيضا تنطلق بتحديات وإثارة، ولكن الصدارة، الصدارة والمركز الأول غازي هنا المنطلق على صدارة، عبد الله بن يريو بن محمد المنصوري هو المنطلق على صدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني الدماني المنطلق للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، هنا سفير الأصالة يتواجد هنا أيضا أبو حمدان بهذا الانطلاق المميز الجميل، الوصول من مرعب علي بن عوض بن علي بن عمير لقتبي، وهنا مياس راشد بن أحمد بن عمي المنصوري، ومن الجانب الآخر هناك أيضا التحديات والإثارة في هذا الأداء الجميل محمد بن ناصر بن حمود آل شافي هناك مع القرم القادم بهذه اللحظات. يا سلام، بدأت الأسماء، بدأت الانطلاقات، بدأت التحديات والإثارة. أبو ضارب يا ضرب الرجيم. نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذه التحديات الجميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ولا زال غازي، غازي الصدارة، غازي المقدمة، غازي المركز الأول. عبد الله بن يريو بن محمد المنصوري هو المسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة المركز الثاني. ياتي الشارد سلطان بن عبيد بن محمد لكعبي المنطلق على المركز الثاني، وفي المركز الثالث القرم محمد بن ناصر بن حمود آل شافي، ووصل بالرشيد مع مشعل القادم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في هذا الانطلاق المميز، وعين على صدارة سلالة مشعل هو إنتاج وادي الصفا قادم أيضا في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا مشعل يا مشعل، يا سلام يا سلام يا ما علقت وعلقت، نعم على أبوه أيضا سلالة مهاجر أيضا هنا ينطلق. يا سلام يا سلام، بدأت التحدي، بدأت الإثارة، الله التحديات جميلة، التحديات أجمل، الله الله الله. لا زال غازي لعبد الله بن ريو بن محمد المنصوري مشعل أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وهنا المنطلق الشارد سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي، ووصل مخوف، وصل مخوف 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 منصور بن محمد بن سعيد بن منانة، والقادم هنا الله 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 القدوم من وضاح أحمد بن مبارك بن سعيد لقتبي أيضا قدم. يا سلام الله الله، التحديات جميلة جميلة جميلة. وهنا وضاح، وضاح من غير على الصدارة على المقدمة أحمد بن مبارك بن سعيد لقتبي، من غير على الصدارة على المقدمة، ومخوف من الجانب الآخر منصور بن محمد بن سعيد بن منانة. واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، سلام الشويب، سلام 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 لأهالي الشويب، سلام، تهانينا لأحمد بن مبارك بن سعيد الكتبي. ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني مخوف منصور بن سعيد بن منانة، المركز الثالث وصل مشعل للسيد أحمد بن سلطان بن رشيد، المركز الرابع كان من نصيب ثلاثة الأول 13 سعيد بن سالم بن سويدان الزرعي من وصل على المركز
الثالث وهنا التوقيت الزمني 4:45 ثلاثا من الأجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن مبارك بن سعيد الدقدبي على فوز وضاح بالمركز الأول.